نتابع الافتتاح الخاص بالسيد الرئيس في هيئة قناة السويس. تابعنا منذ قليل افتتاح السيد الرئيس للقرية الأولمبية والتي تمثل صرحاً رياضياً عالمياً، صرحاً رياضياً متكاملاً بأحدث المقاييس العالمية، والذي اشتمل على الكثير من المنشآت الرياضية وعلى مساحة ضخمة تصل إلى 350 ألف متر مربع. ونحن الآن في انتظار قيام السيد الرئيس بتفقد التدشين الخاص بوحدات بحرية متنوعة تعزز بها هيئة قناة السويس أسطولها البحرية، حيث تحرص الهيئة على تعزيز قدرات أسطول الوحدات البحرية التابع لها من كراكات وقاطرات ولنشات ومعديات وفق نهج علمي وجدول زمني محدد يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة وتلبية احتياجات العملاء ومتطلبات النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية المارة بالقناة. تضمن انضمام هذه الوحدات البحرية التي سنشهد بعد قليل تدشينها بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن تعزيز تنافسيتها والحفاظ على مكانتها الرائدة ضمن استراتيجية هيئة قناة السويس 2023، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة. على أرض هذا الوطن والمتابعة لتفاصيله لن يبذل جهدا كبيرا كي يجد تفاصيل عدة في مختلف القطاعات وفي مختلف المناحي. ها نحن اليوم بصدد إضافة قطع بحرية جديدة تعمل في هيئة قناة السويس. هذه القناة التي مثلت سرا مهما لثقل مصر الإقليمي في العصر الحديث. إن القناة بكل ما تحتويه من جهود ومعدات وقدرات بشرية
وقدرات أخرى إضافية تمثل شريانا حقيقيا ليس لحياة مصر فحسب، بل لحياة التجارة العالمية. فأكثر من 12% من إجمالي التجارة العالمية يمر هنا في قناة السويس، وينتظر خلال السنوات القادمة، وذلك بفضل جهود التطوير والجهود التي تبذل في سبيل جودة الملاحة في قناة السويس، أن تزداد هذه النسبة بالتراض، لتسعى قاطرات وسفنا أكبر بكثير من التي تمر بها حتى اليوم. وهذا أمر مشهود ومحسوب، وتعميق الغاطس لقناة السويس على طول امتدادها سيكون هدفا مهما لهيئة قناة السويس خلال المرحلة المقبلة لإحداث ذلك. طول مصر أهمية كبيرة لقناة السويس، فهي كشريان حياة لمصر وللمنطقة وللعالم بأسره. وقد أولت مصر أهمية خاصة لقناة السويس بإنشاء قناة السويس الجديدة كمشروع قومي حقق الاصطفاف الشعبي المصري خلفه. استطاع إنشاء القناة الجديدة أن يعزز الدور المحوري لقناة السويس عالمياً، وحققت زيادات في عائداتها جعلت من مشروع القناة الجديدة أحد أهم الإنجازات الوطنية في العقود الأخيرة، وتحديداً وفي خلال العام المالي 2021-2022 استطاعت القناة أن تحقق معدلات غير مسبوقة في تاريخها من حيث الإيراد السنوي، والذي بلغ نحو 7 مليارات دولار، مع أعلى معدل عبور للسفن وأعلى حمولة صافية، فضلاً عن النجاح في استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية والحمولة الضخمة، لتتحول منطقة القناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل للإمداد والتموين، وبالتالي الفرص المتعددة لانطلاق الكثير من المشروعات التنموية العملاقة لتنمية منطقة قناة السويس وتوسعة ميناء شرق بورسعيد، ما يمثل خطوة مهمة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بالمنطقة ودفع عجلة الاقتصاد القومي. تطوير قناة السويس يعد مثالاً شاهداً على سلامة القرار الوطني والرؤية المتقدمة للدولة والرؤية الاستباقية للقيادة السياسية، منذ التخطيط لتطوير مرفق من مرافقها لتحقيق العائد المستهدف وتحقيق طفرة متوقعة في حركة الملاحة الدولية. واستطاع بالفعل هذا المشروع العملاق، مشروع قناة السويس الجديدة، أن يحقق الأهداف التي وضعت له منذ بدايته، بزيادة الدخل القومي من العملة الصعبة ورفع درجة تصنيف القناة وزيادة الطلب على استخدام قناة السويس كممر ملاحي رئيسي عالمي، وزيادة القدرة التنافسية لمرور السفن بها لمجابهة النمو المتوقع في حجم التجارة العالمية. حتى سنوات قريبة حينما كنا نتحدث عن قناة السويس، فكنا نتحدث عن 3 مدن تحديدا تقع على القناة: بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس. الأمر بات مختلفا في كثير، فالأمر أصبح حديثا عن تنمية حقيقية وعن منطقة اقتصادية تنتظر قدوم استثمارات، بل أضعاف ما قدم من استثمارات حتى هذه اللحظة من مختلف دول العالم. تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستقبلا حقيقيا للاقتصاد في مصر والمنطقة،
فكما تمثل مصر مركزاً مهماً للطاقة أو كما أصبحت في السنوات الأخيرة، فإنها أيضاً تمثل مركزاً اقتصادياً إقليمياً مهماً، وكذلك معبر لأهم السفن في العالم وأحد أهم المعابر الملاحية في العالم أجمع. الحديث المطرد عن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية المحيطة بقناة السويس، هذا الحديث الذي تم التأكيد عليه مع حفر قناة السويس الجديدة مع الفرع الجديد للقناة، أصبحت هذه المنطقة منطقة لوجستية مهمة، وتنتظر الكثير من الصناعات وإقامة مصانع لصناعات تحويلية وصناعات التجميع وصناعات الإلكترونيات، تمهيدا لتصديرها عبر القناة إلى مختلف دول العالم. كانت القناة معبرا من الشمال إلى الجنوب، الآن أصبح الأمر ما بين قافلتي الشمال والجنوب سجالا، ويشهد بذلك عدد السفن المارة في كل اتجاه من الاتجاهين. إنشاء قناة السويس الجديدة لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية، لتحقيق أكبر نسبة من الإزدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف في مناطق انتظار داخل القناة، مما يقلل من زمن عبور السفن المارة ويزيد من قدرتها الاستيعابية لمرور السفن في ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل. وارتباطاً بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، كما يرفع درجة الثقة في القناة كأفضل ممر ملاحي عالمي، ويقلل من قيمة التفكير في قنوات بديلة تنافسية بالعالم والمنطقة، فيرفع درجة الثقة في استعداد مصر لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مما ينعكس على زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، ويصب في تحقيق أكبر عدد ممكن من فرص العمل أيضاً للشباب المصري، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، تحقيق أكبر نسبة من الإزدواجية في قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي، من أبرز أهداف هذا المشروع العملاق قناة السويس الجديدة، وتقليل زمن العبور للسفن ليكون 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة، وتقليل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات في أسوأ الظروف بدلاً من 11 ساعة، ما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن، ويرفع من درجة تصنيف قناة السويس وزيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل، فهي بالفعل تعد خطوة هامة في الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس، ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، بالإضافة إلى ما تتمتع به من تحقيق الأمان الملاحي، وذلك يضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أي حادث طارئ، وتقليل عدد الانحناءات بالمجرى الملاحي للقناة، ما أدى إلى زيادة معدلات الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة. كما تمثل قناة السويس معلما سياحيا مهما في مصر، وشهدوا على ذلك صور التي ترونها، فهي مقصد سياحي داخلي مهم للغاية، وأظن أن جميع المصريين قد قدموا هنا إلى إحدى مدن القناة ليروا بأنفسهم هذا الجمال الأخاذ والخلاب، وكذلك هذا الطقس المعتدل.
والحديث لا يتوقف عن القطاعات المختلفة، وأخص هنا بذكري وحديثي قطاع الصناعة. فالصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وتوطين الصناعات التكنولوجية المختلفة هو هدف وطريق مصري ارتادته مصر على مدى السنوات الماضية. التكنولوجيا المتقدمة، تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وكل العلوم المتعلقة بذلك هو حديث المستقبل، هو اللغة الوحيدة التي يمكن أن يتحدث بها الناس وأن تتحدث بها الدول في المستقبل. ولا أتحدث هنا عن مستقبل بعيد، بل أتحدث كثيرا عن مستقبل بات أقرب مما نتخيل. فالوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا أصبحت هي المطلوبة، وظائف كثيرة استحدثت ووظائف أخرى انتهت أو تنتهي أو سوف تنتهي في وقت قريب من الأوقات، وتحل محلها تلك الوظائف والصناعات الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة. هذا الطريق الذي اختارته مصر من أجل توطين الصناعات وتوطين التكنولوجيا، وأعتقد أنه لا خيار عن الالتجاء إلى هدف إزكاء الصناعة وترسيخها وتوطين الصناعات التكنولوجية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما يمكن أن تقدمه من وسائل حقيقية للمستثمرين سواء من الداخل أو من الخارج، من أجل النهوض بهذا القطاع المهم الذي انتبهت وتنتبه إليه مصر في السنوات الأخيرة، وهو الهدف المنشود على مدى السنوات القادمة. قناة السويس، هذا الممر العالمي الفريد، أطول قناة ملاحية في العالم بدون أهوسة. هذه القناة التي تتم فيها حركة الملاحة ليلاً ونهاراً، ومهيئة تماماً لعمليات التوسيع والتعميق كلما لزم الأمر، لمجابهة كل ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن. قناة السويس مزودة بنظام إدارة حركة السفن، ويقوم على استخدام أحدث شبكات الرادار والكمبيوتر ليكشف ويتابع حركة السفن على طول القناة، ويتيح بذلك إمكانية التدخل في أوقات الطوارئ. وكما نتابع الآن في الصورة أمام حضراتكم، وهذا المشهد الرائع لقناة السويس والقطع البحرية التي تتواجد في المجرى الملاحي للقناة، وها هي هيئة قناة السويس تعزز أسطولها البحرية بانضمام عدد متنوع من القطع البحرية، تحرص من خلاله على تعزيز قدرات أسطول القطع البحرية التابعة لها من كراكات وقاطرات ولانشات ومعديات، وفق نهج علمي وجدول زمني محدد، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة وتلبية متطلبات النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية المارة بالقناة، حيث تشهد الهيئة انضمام عدد كبير من القطع البحرية المختلفة والمتنوعة، والتي تضمن للقناة تعزيز تنافسيتها والحفاظ على مكانتها الرائدة ضمن استراتيجية الهيئة 2023، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة. حركة
لا تتوقف في القناة، وكذلك عمل لا يتوقف. وأنا أقف هنا أمام المجرى الملاحي للقناة الجديدة، قناة السويس الجديدة، وتابع هذه السفن المارة في القناة، ففي كل دقيقة ستجد سفينة تحمل حاويات تأتي من مكان إلى آخر في العالم، لتساهم القناة في حركة التجارة العالمية بنصيب يتزايد يوما بعد يوم. إن القدرة الحقيقية لتطوير العمل وللمنافسة على المستوى العالمي تتطلب الكثير من الأخذ بالأسباب التي بات العالم يرتكن إليها في كل وقت وفي كل موقف. فنحن في عالم يموج بكثير من التحديات والصعوبات وكذلك المصالح المتقاطعة والمتضاربة والمتلاطمة أحيانا. نعيش في عالم اليوم، عالم تسود فيه صراعات في مناطق كثيرة منه، هو عالم لا يعترف إلا بالقوة، ولا أقصد هنا بحديثي القوة العسكرية فحسب، فالصناعة قوة والتكنولوجيا قوة والعلم قوة بعد قوة، وكذلك النجاح الاقتصادي والثقل السياسي والعمل الدبلوماسي هي كلها قوة. من القوة ما يمكن أن يمثل قوة ناعمة، ومنها ما يمثل قوة خشنة وقوة حقيقية. بطبيعة الحال القوة العسكرية مهمة، لذا فقد اعتنت مصر في السنوات الأخيرة بتطوير أسلحتها وتطوير قواتها المسلحة. نحن نتابع على الهواء مع حضراتكم الآن اليخت الذي يستقله الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا بقناة السويس إلى المجرى الملاحي الجديد، القناة الجديدة، ووصولا هنا إلى مقر الحدث على القناة الجديدة لاستقبال وتدشين عدد من القطع البحرية التي تدخل الخدمة في هيئة قناة السويس. وقد وصل بالفعل إلى قرب هذا المكان الذي تبدأ فيه الاحتفالية ويبدأ فيه الحدث بعد قليل، إذانا ببدء رصيد جديد من أرصدة العمل على مستوى هيئة قناة السويس، وذلك بعد أن تمت إضافة رصيد آخر إلى قطاع الرياضة هنا في محافظة الإسماعيلية بافتتاح المدينة الأولمبية والاستاد الجديد الذي ينشأ بحسب مواصفات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، وكذلك المقاييس العالمية التي تراعى في كل المشروعات التي يتم تدشينها وافتتاحها يوما بعد يوم. دقائق ويبدأ حدث مهم آخر من أحداث مصر المتتابعة والمتلاحقة. وكما تتابعون مشاهدينا الكرام على الشاشة، فهذا ركب الرئيس الملاحي، وقد أوشك على الوصول إلى هذا المكان إذانا بالبدء وإذانا بالتشغيل، والدعم كل الدعم لقناة السويس، ليس فحسب على مستوى القيادة السياسية أو المستويات الاقتصادية، بل أن دعما شعبيا حقيقيا في نفس كل مصري تجاه هذه القناة ولما تمثله من قوة ومن رصيد حقيقي لهذا الوطن،
امتدادا بالتاريخ ومرورا بتأميم قناة السويس الذي زاد على 66 عاما تاريخه حتى اليوم، وذلك لأهمية هذا الرصيد المصري الخالص. فالقناة حفرت بأياد مصرية، بأيادي أبناء هذا الشعب، سواء في القرن 19 حينما حفرت القناة بدماء المصريين وبجهدهم وبعرقهم، وكذلك الإنجاز الحديث الذي دشن في 6 أغسطس عام 2014، ونحن هنا نجني الثمار وننتظر أن نجني المزيد من الثمار، ودائما بالجهد المصري والإرادة والعزيمة المصرية. إنجاز جديد يحدث على أرض مصر، إنجاز جديد نفخر به جميعا كمصريين. منذ إنشاء القناة الجديدة والتي شهدت اصطفافا من الشعب المصري كي يتم إنشاء هذه القناة في فترة زمنية قياسية وبالتفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية الذي يتمتع برؤية ثاقبة استباقية في أهمية إنشاء القناة الجديدة، قناة السويس، في هذا التوقيت تحديداً، والذي زاد من أهمية ودور قناة السويس المحوري عالمياً. كما نتابع الآن مشاهدينا، نحن في انتظار وصول السيد الرئيس إلى المكان الذي سيشهد فيه الاحتفالية الخاصة بتدشين عدد من القطع البحرية الجديدة التي سوف تنضم إلى الأسطول البحري الخاص لهيئة قناة السويس. هذه القطع البحرية التي تنوعت ما بين لانشات ومعديات ويخوت وكركات وقاطرات. من القطع البحرية التي ستنضم إلى هيئة قناة السويس وسيشهد تدشينها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القطعتان العالمين 1 والعالمين 2، وهي تعمل لصالح إدارة الكراكات بالهيئة وتحديداً لمصاحبة الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوي، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط. أيضاً من ضمن القطع البحرية التي سيتم تدشينها القاطرات، وتحديداً القاطرتان عزيمة 1 وعزيمة 2، وتقوم بقطر الوحدات البحرية غير ذاتية الدفع داخل المجرى الملاحي. كذلك ستنضم أيضاً المعديات إلى القطع البحرية التي سيتم تدشينها اليوم، المعديتان كرامة 1 وكرامة 2، والتي تقوم بخدمة حركة المواطنين والمركبات بالقطاع الشمالي للقناة، بالإضافة إلى المعديتين الأقصر 1 والأقصر 2 لخدمة أهالي مدينة الأقصر. أيضاً من ضمن القطع البحرية التي سيشهد السيد الرئيس اليوم تدشينها وبعد قليل، أسطول الإرشاد واللانشات، اليخت نصر واليخت إرادة، ستنضمان إلى الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، وذلك بعد انتهاء بنائها بترسانة جنوب البحر الأحمر، بالإضافة إلى انضمام 3 لانشات جديدة متماثلة الأبعاد والإمكانيات للأسطول البحري للهيئة، وذلك بعد انتهاء بنائها في شركة القناة للإنشاءات البحرية، وتقوم بنقل السادة المرشدين من وإلى السفن العابرة للقناة التي يقوم بإرشادها.
إذن هذه القطعة البحرية التي تعزز هيئة قناة السويس أسطولها البحرية بانضمامها إليهم، تحرص من خلالها على تقديم كل ما هو يتسم بالنهج العلمي المتطور ووفق فترة زمنية محددة للارتقاء بمستوى كل ما يقدم من خدمات بحرية للسفن التي تعبر المجرى الملاحي للقناة، لتلبية احتياجات هذه السفن ولتلبية احتياجات عملائها، وأيضاً لتلبية متطلبات النمو المتوقع خلال الفترة القادمة في حركة التجارة العالمية التي تمر بالقناة. ها هي قناة السويس، كما مصر تقف شامخة كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم، وقد أوشك الحدث على البدء، فنحن نرصد هنا الأعمال التي تتم من خلال هيئة قناة السويس التي تحرص على تطوير نفسها يوما بعد يوم من خلال المعدات التي تضاف، وكذلك من خلال صيانة المعدات الموجودة في خدمة بالأساس، وكذلك أعمال الصيانة التي تتم هنا في المجرى الملاحي للقناة من أعمال تكريك وتعميق، وكذلك من أعمال نظافة وأعمال أخرى خاصة بصيانة السفن وتقديم الخدمات المختلفة للسفن العابرة هنا في قناة السويس. المشهد دائما يكون أجمل على الواقع، ونحاول أن ننقل لحضراتكم ما يتم من جهد ومن عمل من خلال شاشات التلفزيون ومن خلال محاولتنا للوصف عن قرب لبعض تفاصيل ما يحدث هنا في أعمال القناة. وربما تتاح الفرصة للكثيرين منا كي يفخر بهذه الأعمال وبالإنجازات التي تتم، وكذلك بما لديه من رصيد حقيقي ليس له فقط بل لأبنائه ولأجيال قادمة. فتنمية المستدامة هي التنمية التي تبقى للأجيال المقبلة، وقد وضعت مصر أجندتها للتنمية المستدامة 2030 بحسب أهداف الأمم المتحدة، فكانت الخطة للغاية طموحة وفي ذات الوقت واقعية إلى حد بعيد من أجل تحسين حياة المصريين، ومن أجل أن تصل أجيال جديدة إلى مستويات من حدود المعيشة الجيدة ومن حدود المعيشة التي ترتقي لمقام مصر والتي تستحق بتاريخها الطويل وبعملها الذي يبذل في كل يوم أن تكون في مصاف الدول الكبرى والدول المتقدمة. فمصر كما هي دولة محورية في المنطقة، سواء على المحور العربي أو على المستوى الإفريقي، مصر دولة للغاية مهمة على المستوى الدولي والعالمي، وهذا لا يبتعد كثيرا عن كون قناة السويس مهمة على المستوى العالمي لما تقدمه حقيقة من خدمات للنقل وخدمات اللوجستيات الموجودة هنا في المنطقة، لتصبح مصر في سنوات قلائلة بإذن الله مركزا إقليميا حقيقيا للوجستيات، ولتكون من أهم هذه المراكز الخاصة بتقديم الخدمات للسفن المرة والعابرة، وكذلك للصناعات خاصة تلك الصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات. كذلك مصر تسعى لأن تكون مركزا إقليميا مهما للطاقة بما أضافته من قدرات في مجال الطاقة، سواء في
صناعة النفط والغاز أو كذلك الكهرباء التي استطاعت مصر أن تتخطى عقباتها على مدى سنوات قلائلة ليكون هناك فائض بنحو 20 ألف ميجا وات تقريبا، وبالتالي يمكن أن تعظم من قدرتها على تصدير الكهرباء وكذلك تصدير الغاز وإسالة الغاز ليصدر إلى الدول التي تحتاج إلى هذه الطاقة. وكلنا تابعنا ملف الطاقة حقيقة في أوروبا، هذا الملف المتأزم بشكل كبير، ولمصر دور كبير ومهم في تصدير الطاقة إلى الخارج. وبالتالي كذلك نحن نتحدث عن ملف بات أهم بكثير من ذي قبل، هو ملف يصب في صالح الاقتصاد الوطني وفي صالح موازين القوى التي باتت تتغير بتغير القدرات الحقيقية للدول. نحن إذن على وشك استقبال الحدث والإذان ببدء هذا الحدث المهم، وبإضافة القطع البحرية التي ينتظر أن تضاف إلى الرصيد الخاص بهيئة قناة السويس، ونتابع عن كثب مع حضراتكم على شاشتنا تفاصيل هذا الحدث وما يتوفر لدينا من معلومات ومن قدرات كذلك على وصف ما يحدث. لكن ربما دائما الحديث هو أقل بكثير من الواقع ومما يتم على أرضي، بل أقول أيضا على ماء وأرض مصر وهيئة قناة السويس اليوم، وهي الموضوع الأهم، إضافة طبعا إلى المجمع الذي تم افتتاحه، المجمع الرياضي، القرية الأولمبية، وكذلك الاستاد الجديد الذي افتتحه السيد الرئيس منذ قليل وهو في طريقه وعلى وشك الوصول الآن لمقر الهيئة أو إلى المقر الذي يقام به احتفال هيئة قناة السويس بإضافة هذه القطع البحرية وبتحديث نفسها خلال الوقت الجاري. احتفالية جديدة لهيئة قناة السويس بتدشين هذه القطع البحرية الجديدة التي ستضمها هيئة قناة السويس إلى أسطولها البحرية، للتأكيد على أهمية هذا الممر المائي، الممر العالمي الفريد الذي يعد من أهم القنوات الملاحية في العالم التي ترتبط بمجال التجارة العالمية، حيث إن نحو 10% من حجم التجارة العالمية و22% من تجارة الحاويات تمر بقناة السويس. قناة السويس هذا الممر الملاحي الذي يعد همزة الوصل بين مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك. هذا المشروع الضخم الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة اقتصادياً، مصحوبة بخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب المصري، بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية من شق الطرق والكباري ومحطات المياه ورصف الطرق والاتصالات والكهرباء والمدارس والمشروعات والخدمات المختلفة التي بالفعل تسهم في خلق مجتمعات عمرانية حقيقية، لكي تقوم بتحويل منطقة قناة السويس بالكامل إلى مركز لوجستي صناعي تجاري عالمي. كما تابعنا منذ قليل افتتاح السيد الرئيس للقرية الأولمبية، القرية الأولمبية التي تعد صرحا رياضيا متكاملا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، على مساحة ضخمة تصل إلى 350 ألف متر مربع، تشمل جميع الرياضات وتشمل استاد بمساحة ضخمة للغاية ومزود بأحدث المقاييس العالمية.
هذه القرية الأولمبية التي تعد خير دليل على الدور المجتمعي الذي تقوم به هيئة قناة السويس، وعلى الاهتمام البالغ من قبل القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة ببناء الإنسان المصري والاهتمام بالرياضة. المنشآت الرياضية الموجودة في هذه القرية الأولمبية تشمل جميع الرياضات، الملاعب المختلفة للرياضات الجماعية، وكذلك الاهتمام الخاص بذوي القدرات الخاصة، إضافة إلى وجود مسجد أيضاً في هذه القرية الأولمبية. والآن نحن في انتظار وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الاحتفالية الخاصة بتدشين قطع بحرية جديدة ستنضم إلى الأسطول البحري الخاص بهيئة قناة السويس لتضمن ريادتها وصدارتها للقنوات الملاحية، ولتؤكد دوما على الالتزام بمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة القطع البحرية وفق نهج علمي متطور وجدول زمني محدد للمساهمة في تقديم كل الخدمات البحرية للسفن العابرة ولتلبية كل الاحتياجات الخاصة بمتطلبات النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية المارة بالقناة. إنجاز جديد نشهده حاليا على أرض مصر، ونشهده تحديدا هنا في هيئة قناة السويس، إنجاز يضاف إلى الإنجازات التي تحققت من إنشاء قناة السويس الجديدة والتي عظمت من الدور المحوري العالمي لقناة السويس وعززت من الثقة في هذه القناة كممر ملاحي عالمي رئيسي تزداد قدرته الاستيعابية للسفن المارة به، وذلك وفقاً لحركة التجارة العالمية. قناة السويس التي أصبحت نموذجاً أمام العالم بأسره على الاصطفاف الشعبي المصري الذي تم بقيادة سياسية حكيمة استطاعت أن تتخذ القرار الوطني المناسب حتى تم إنشاء هذه القناة في الوقت المناسب لكي تعزز وتدعم من الدور الهام لقناة السويس عالمياً. كلمة السر في النجاح كلمة معروفة، نجاح الدول يرتكز بالأساس على الجهود التي تبذل وحسن تنظيمها وتنسيقها واستغلالها. التعليم والصحة والصناعة والبنية التحتية والزراعة وكذلك مختلف القطاعات، لكن ترتيبها والربط فيما بينها، هذه الخلطة التي تضمن نجاح الأمم وتقدم الدول. مصر أخذت هذا في الاعتبار. مصر تنمو باطراد، وربما مؤشرات الاقتصاد الكلي